الرئيس السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين السادات وعبد الناصر بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصاراته. الدوما الروسي يصادق على معاهداته ضم المناطق الأوكرانية الأربعة، ولافروف يعتبرها خطوة لإعادة توحيد البلاد. تحذيرات من عجز غير مسبوق بإمدادات الغاز إلى أوروبا هذا الشتاء، وموسكو تؤكد حرصها على إصلاح خطي نورد ستريم. الثالثة عصر الواحدة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا ومرحبا بكم، نستهل هذه النشرة مع الزميلة سمر الزهيري. إليك سمر. شكرا لك حور، أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي يرافقه الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وقبري الرئيس الراحل محمد أنور السادات والزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة. في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل وفاء لشهداء مصر الأبرار. ثم قام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته. كما صافح الرئيس السيسي عددا من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة. ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكبر القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة. هذا ويترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد، وقال جبالي إن شعب مصر الأبي حين يحتفي بحلول هذه الذكرى الوطنية المجيدة ليس لإحياء حدث تاريخي فقط، بل لكي يفكر ويتدبر ويستخلص العظات والعبر ويضيف علامة أخرى على طريق العزة والكرامة وفاء لتلك الذكرى وولاء للوطن. بعث الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة،
وقال وزير الدفاع والإنتاج الحربي إن النصر أكتوبر العظيم غير مسار التاريخ وجسد عظمة شعب مصر وعقيدة قواته المسلحة، مضيفا أن هذا النصر المجيد أعاد للأمة المصرية اكتشاف قدراتها وإمكاناتها ووحدة صفوفها في مواجهة التحديات وصنع المعجزات بما يقدمه أبناؤها من تضحيات وبطولات لحماية الحق والكرامة وإرساء قواعد السلام العادل القائم على الأمن والاستقرار واحترام الثوابت الوطنية والحقوق المشروعة لجميع الشعوب. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي بهذه المناسبة. هذا وأصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهات لتهنئة قادة وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد. كما أصدر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهات لتهنئة قادة وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة والمشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات المناسبة. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد. وقال وزير الداخلية إن تلك الذكرى الوطنية الخالدة في سجل البطولات العسكرية ستظل رمزا للفخر والاعتزاز بما تحمله من دلالات ومعاني التضحية والفداء، مشيرا إلى أن القيادة الحكيمة للرئيس السيسي لمسيرة الوطن وعبورها للعقبات وقهرها للتحديات ودحرها لفلول الإرهاب يجسد حقيقة أن مصر الكنانة محفوظة بوعد ربها شامخة ببطولات وتضحيات أبنائها. كما بعث وزير الداخلية برقية للفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للتهنئة بهذه الذكرى. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي المتابعة المستمرة لجهود الحكومة في التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال اجتماع عقده لمتابعة جهود أجهزة الدولة في التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الحالية، هذا بالإضافة إلى ما يتم بذله من تعاون وتنسيق متكامل بين مختلف الأجهزة سعيا لتأمين احتياجات ومتطلبات المواطنين خاصة من السلع الأساسية. كما تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بجهود زيادة رقعة الأراضي الزراعية تحقيقا للاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية. كما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على متابعة مستجدات الأزمات العالمية الراهنة على مختلف القطاعات، وذلك من أجل تقليل حدة الآثار السلبية على الاقتصاد المصري. تصريحات مدبولي جاءت خلال لقائه وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة موقف توافر المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة في ظل استمرار أمد تداعيات الأزمة العالمية نتيجة الأحداث الروسية الأوكرانية. والآن مشاهدينا الكرام نذهب للاستماع إلى كلمة رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاذمي. المصالح الضيقة والحزبية شجاعة الحوار ومدى حسن النية والدبلوماسية الهادئة والابتعاد عن التصلب في المواقف كانت دائما أدوات مام جلال في الحوار وخريطة الطريق التي
وضعت كل الحلول في الظروف الصعبة التي عشناها مع مام جلال. نستلهم العزم من هذا الراحل الكبير والقيم التي تركها بيننا ودوافع الوصول للحلول التي تنسجم مع قيمنا الوطنية ومع قناعتنا بضرورة بناء دولة، دولة المؤسسات التي تخدم مصلحة الوطن على أي مصلحة فردية أو فئوية. نؤكد من هذا المنطق على ضرورة الحوار، ونؤكد اليوم كذلك على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار الوطني الجامع لكل العراقيين معاً، لنطرح هواجسنا ومخاوفنا ونتناقش من أجل حل خلافاتنا ونضع الحلول من أجل بناء المشتركات. العراق وشعب العراق ومصالح العراقيين هي الغايات التي يجب أن تكون أمامنا جميعاً، والهدف الذي يجب أن نتقدم جميعاً من أجله إلى طاولة الحوار الوطني. إن الاتفاق الوطني على أساس المشتركات العراقية العميقة والقيم الوطنية المترسخة في بلادنا ليس صعبة وليست مستحيلة، فالعراقيون استطاعوا أن يعيدوا تقديم أنفسهم للعالم بصورة تليق بهم وكذلك تليق بتاريخهم وبمكانهم التاريخي من أجل صياغة حل يحفظ المستقبل ويحفظ مستقبل أبنائنا ويحفظ لحظة التاريخ التي نتصارع من أجل بناء عراق، عراق يكون فيه الجميع وفق مظلة العدالة. فالتمسك بالحوار ثم الحوار ثم الحوار. وهنا أحب أن أستعيد مفردة للمناضل الكردي الصديق فلك الدين كاكاي حينما كان يقول: ألف سنة من الحوار أفضل من لحظة فيها صدام أو دم. وعليه فلا خيار لنا إلا الحوار، فالنار ستحرق الجميع لا سامح الله إن حدثت. الشجاعة الحقيقية هي في حفظ مصالح العراقيين وأمنهم وسلمهم الاجتماعي، وأن نفكر معاً بمستقبل أجيالنا القادمة. السيدات السادة الحضور الكريم، يدرك الجميع أن هناك مستوى مترفعاً وهناك مستوى عالي من العلاقة الأخوية الإيجابية التي جمعت الحكومة الاتحادية في بغداد مع حكومة الإقليم. وقد عملنا خلال السنتين الماضية رغم كل التحديات مع الأخ الصديق مسرور برزاني رئيس وزارة الإقليم لكي نذلل كل التحديات، ونجحنا. وخلال العامين الماضيين قد لاقتنا بعض الصعاب، وليس خافياً أن ذلك جاء من مراحل ورثناها من الاضطراب والتوترات التي سادت هذه العلاقات مع الأسف الشديد. والوصول إلى هذا المستوى المتميز من العلاقات اليوم لم يكن من فراغ، وإنما كان نتيجة مبدأ الحوار وحسن الظن وحسن النية والسياسة الهادئة غير الانفعالية. ويجب أن نبني على ما تحقق إلى الآن ونحول النقاط التي نجحنا بها إلى ثوابت، ونعمل على تدليل باقي العقبات. وعلينا أن نحافظ على المشتركات وحل الأزمات بروح الأخوة والمصير المشترك. وهنا لابد من إشارة إلى الصعوبات والعوائق التي كانت موجودة وبعضها زرعت عن عمد. أركز صنعت عن عمد من أجل إفشال أي تجربة للتقارب بين الأخوان والأحبة. وعليه لقد نجحنا سوية مع الأخوان في الإقليم في تجاوز معظم هذه التحديات والتي كان آخرها ما وصلنا إليه يوم أمس من دفع استحقاقات المتأخرة لفلاحي إقليم كردستان. أيها الأخوة، هذه الحكومة تحملت الكثير الكثير من الظروف الصعبة والاستثنائية ومن التلفيق والتزوير وكل الاتهامات الباطلة لكي يحصل البعض على المكاسب هنا وهناك، وهذا ما يتنافى مع كل القيم التي نؤمن بها، ولن نخضع لهذا الابتزاز من البعض. نعمل ما يملي عليه ضميرنا
وواجبنا الوطني والأخلاقي والإنساني لأجل العراق، العراق العظيم، ومن أجل مهد الحضارات الإنسانية. البعض أراد أن تتورط هذه الحكومة بالدم وتسكت عن صفقات مشبوهة وسرقات موصوفة حتى يرضى عنها هذا الطرف وذاك الطرف. هذه الحكومة أراد البعض لها أن تكون جسراً لعبور مرحلة ما من دون تغيير حقيقي. نعم، أقول ذلك بكل صراحة، أقول ذلك وللتاريخ. هناك من أراد لهذه الحكومة بهذا الظرف الصعب أن تقمع الأصوات المطالبة بأدنى الحقوق وبأدنى مبادئ العدالة وأن تكون أداة بأيديهم، ولكنهم فشلوا والحمد لله. فما كان منهم إلا أن وضعوا العراقيل أمام هذه الحكومة لغرض إفشالها بكل الوسائل، رغم محاولات عرقلت أن تكون لهذه الحكومة موازنة. الآن عمر الحكومة 29 شهر، وهذه الحكومة لم تحصل فقط على 6 أشهر من الموازنة خلال هذه الفترة. ومع كل ذلك تحملنا من أجل العراق ومن أجل أبنائنا في عموم العراق، في كردستان وفي الوسط وفي جنوب العراق، وتعلمنا من تجارب القامات الشامخة كقامة مام جلال أن نصبر من أجل المصلحة العليا ونعمل بصدق وإخلاص ولا نلتفت للتجني والصراخ والطعن. نعم، سوف نعمل للحظة الأخيرة دون كلل أو ملل من أجل العراق، وسوف ندعو للحوار ونستخدم كل آليات الحوار، وسنحفظ دماء شعبنا وكرامتها مهما كلف الأمر ومهما هجمنا، فقط لأننا نعتبر الدم العراقي مقدس. سوف نستمر بمنع أي فرصة، منع أي فرصة لسفك أي دم عراقي، وسيكون الدم العراقي خط أحمر. فنحن بكل عزم وإصرار نعمل على إيجاد لحظة الفراق والطلاق مع تاريخنا المملي بالعنف، ونعمل على إنهاء مراحل العنف والقتال لأجل الهدوء والسلام والحرية، لأجل مستقبل خالي من الدم مليء بالأمل والعمل لأجل العراق والعراقيين. العراق أمانة في أعناقنا، وعلينا أن نؤدي هذه الأمانة إلى أهلها. الرحمة والخلود لفقيدنا العزيز مام جلال، الرحمة والخلود لشهداء العراق ولإقليمنا الحبيب في كردستان. عشتم معاش العراق، والسلام عليكم ورحمة الله. إذن مشاهدينا الكرام، كنا نستمع منذ لحظات لكلمة رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاذمي، الذي يعني قال خلالها أن العراق ومصالح العراق في الغايات التي يجب أن تكون في خدمة وبناء دولة المؤسسات في العراق، وأن القيم المترسخة في قيم العراق هي قيم ليست صعبة. أيضا أشار أن هناك مساعي من أجل صياغة حل لمصالح العراق والتركيز أيضا على الحوار، وقال نصا أن النار إذا حدثت سوف تحرق الجميع. أشار أيضا أننا يجب أن يكون هناك تركيز على ضمان مصالح العراق وبما يحقق الهدوء والسلام والأمل للعراق. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على إعداد استراتيجية واضحة للصناعة بالتوافق مع جميع رجال الصناعة، وإطلاقها خلال المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده خلال الشهر الجاري. وخلال اجتماعه بوزير التجارة والصناعة ورؤساء الغرف الصناعية، أعرب مدبولي عن ترحيبه بجميع الآراء التي يمكن أن يدلي بها الخبراء في مجال الصناعة، مؤكدا حرصه على أن يخرج المؤتمر الاقتصادي بتوافق على أرضية واضحة من أجل مصلحة الصناعة المصرية.
إذن مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم إلى هذا الخبر العاجل، حيث ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر. وقد تناول الاجتماع مناقشة مهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على الاتجاه الاستراتيجية كافة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عمق وقوة العلاقات بين مصر والكويت وحرص الحكومة على زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر. وخلال اجتماعه مع وفد كويتي ضم نحو 45 من رجال الأعمال والاقتصاد والتجارة والبنوك، أوضح مدبولي أن تعدد التحديات الدولية الراهنة تفرض على الدول العربية تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها للتكاتف معا من أجل مجابهة تلك التحديات، مشيرا إلى أن الحكومة لديها خريطة استثمارية لعدد كبير من المشروعات في جميع المجالات. كما أضاف مدبولي أن توطين الصناعة ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية والاتصالات تأتي على رأس أولويات الحكومة. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لوجود نقص في أدوية الأورام بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية. وقام المركز بالتواصل مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي التي شددت على توافر الأدوية كافة بشكل طبيعي بما فيها المستحضرات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج الأورام والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الأورام، مؤكدة أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها في المستشفيات كافة التي تقدم خدمات علاج الأورام، مشيرة إلى اتجاه الدولة نحو توطين صناعة المستحضرات الحيوية وأدوية الأورام محلية. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 494 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 135 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 16 طن، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 109 أطنان. أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 10 أطنان أسمنت، كما تم ضبط 717 قضية من بينها 160 قضية خبز ناقص الوزن و122 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز، بالإضافة إلى ضبط 19 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 297 طن في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير. أكد سامح شكري وزير الخارجية والرئيس المعني للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ على ضرورة العمل على الأصعدة كافة لخفض الانبعاثات والتكيف مع آثار تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ وتوفير التمويل المناسب لمواجهة تحديات هذه الظاهرة. جاء ذلك خلال كلمته على هامش الاجتماع التحضيري لمؤتمر كوب 27 الذي تستضيفه الكونغو الديمقراطية بالشراكة مع مصر بصفته دولة الرئاسة للمؤتمر. وشدد شكري على ما توليه مصر من أهمية للانتقال إلى مرحلة تنفيذ التعهدات على الأرض، مبرزا ما تقوم به مصر على ضوء رئاستها واستضافتها للمؤتمر من إعداد لأجندة شاملة تضم العديد من المبادرات الخاصة بالعمل المناخي بجميع المناطق الجغرافية حول العالم. إذن مشاهدينا الكرام، ننتقل مع حضراتكم إلى فاصل قصير ثم نعود ونتواصل لهذه النشرة.
قوتنا العسكرية تتحدى اليوم قوتهم العسكرية. مهما كانت التضحيات ومهما كانت تكاليف هذه المعركة هندفعها بإذن الله وهنحارب معركتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. لن نسلم في إرادتنا ولا في سنتي من أرضنا ولا الأرض العربية. بحضراتكم مجددا. أما الآن فمع أبرز تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. صدق مجلس الدوما الروسي بالإجماع على معاهدات انضمام 4 مناطق أوكرانية جديدة إلى روسيا، وهي مناطق دونياسك ولوهانسك وخرسون وزابوريجا. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع في وقت سابق على معاهدات انضمام تلك المناطق إلى موسكو عقب الاستفتاء الذي جرى بها. من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قبيل قرار تصديق على المعاهدات أن انضمام المناطق الأربعة إلى روسيا بمثابة استمرار منطقي لإعادة توحيد الأراضي الروسية. المساحات التي تم تحريرها في زاباروجي وليسيتشانسك ولوغانسك قررت هؤلاء السكان بأن يحددوا مصيرهم بنفسهم. وبعد ذلك فإن جمهورية لوغانسك ودانيسك وزاباروجيا وخرسون توجهوا إلى الرئيس وإلى الدولة لإعادة ضمهم أو لضمهم إلى القوام الاتحاد الروسي. نحن نحترم نتائج ذلك الاستفتاء الذي كان يتفق مع القوانين الدولية.
أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موسكو سوف تستشير سكان خرسون وزابوريجيا في جنوب أوكرانيا بشأن ترسيم حدودهما. تصريحات بيسكوف جاءت ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستضم تلك المناطق بالكامل أم ستكتفي بالأجزاء الواقعة تحت سيطرتها فقط. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 700 جندي أوكراني تم القضاء عليهم، مؤكدة أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الأيام الثلاثة الماضية. وقالت الوزارة إنه تم تدمير 19 آلية عسكرية بضربات صاروخية على مناطق تمركز القوى العاملة والجيش. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول روسي قوله إن القوات الأوكرانية حققت بعض النجاحات في منطقة خرسون بجنوب أوكرانيا وسيطرت على بعض التجمعات السكنية. كما أضاف رئيس منطقة خرسون أن الوضع متوتر بالمنطقة. في غضون ذلك أفادت وكالة نوفوستي الروسية بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك ب 16 قذيفة. Russia's brutal and unprovoked assault on its neighbor Ukraine has fueled the global energy crisis. Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы. We also need to prepare now for further disruption of Russian gas supply. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن أوروبا تواجه عجزا غير مسبوق بشأن إمداداتها من الغاز الطبيعي هذا الشتاء، وذلك بعدما قطعت روسيا معظم الشحنات. وأضافت الوكالة في تقريرها الفصلي عن الغاز أن دول الاتحاد الأوروبي ستحتاج إلى تقليل الاستخدام بنسبة 13% خلال فصل الشتاء في حالة قطع روسيا لغازها بالكامل وسط استمرار الأزمة في أوكرانيا. قال الكرملين إن الولايات المتحدة مستفيدة من تسرب الغاز في خطي نورد ستريم لزيادة مبيعاتها من الطاقة. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موسكو حريصة على إصلاح خطي الغاز، لكن لا توجد مواعيد محددة لذلك. كما أشار بيسكوف إلى أن روسيا تراقب عن كثب محاولة أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين صرح علنية بأن واشنطن والناتو لديهما دوافع لتدمير خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2. ولفتت زاخاروفا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي صرح أيضا بإمكانية حرمان موسكو من الدخل من بيع موارد الطاقة. ونفت زاخاروفا أن روسيا تستخدم الطاقة كسلاح، منوهة بأن موسكو ظلت تزود الدول الأوروبية بالغاز منذ نصف قرن. ذكرت وكالة بلومبرج أن شركة إيني الإيطالية تعمل مع غاز بروما الروسية والنمسا لإعادة تدفقات الغاز الطبيعي الروسي إلى إيطاليا. وقال متحدث باسم إيني أن الشركة الإيطالية تعتزم تقييم الخيارات المتاحة مع غاز بروم والنمسا لفتح إمدادات الغاز إلى إيطاليا. من جانبها أشارت كارولا ميلغرام رئيسة قسم تنظيم الغاز لدى الشركة النمساوية إي كنترول إلى أن هذه القضية عقد بين غاز بروم وإيني يجب حلها في اليومين المقبلين.
ارتفع معدل التضخم في تركيا للشهر السادس عشر بأكثر من 3% ليصل إلى 83.45% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، مسجلا أعلى مستوى له منذ 24 عاما. وقالت وكالة الأسوشيتد بريس إن هذا المعدل يرفع تكلفة السلع الأساسية ويضر بالأسر التي تواجه بالفعل ارتفاعا في تكاليف الطاقة والغذاء والسكن. وصل نشاط المصانع انخفاضه في منطقة اليورو خلال سبتمبر وسط انخفاض طلب المستهلكين بسبب أزمة تكلفة المعيشة تزامنا مع ارتفاع فواتير الطاقة الذي أدى إلى الحد من الإنتاج. هذا وأظهر مسح ستاندرد أند بورز انخفاض القراءة النهائية لمؤشر الإنتاج في منطقة اليورو إلى 46.3 نقطة في سبتمبر من 46.5 نقطة الشهر السابق. هذا وتراجع أيضا مؤشر مديري المشتريات التصنيعية في منطقة اليورو إلى 8.4 نقطة في سبتمبر من 49.6 نقطة في أغسطس، وهو أدنى مستوى في 27 شهر. تترقب الأسواق بيانات مؤشرات الاقتصاد للربع الثالث من العام الجاري في عدد من الاقتصادات الكبرى وسط مخاوف من الركود. المزيد في سياق التقرير التالي نتابع. وسط زيادة مخاوف حدوث ركود عالمي، تترقب الأسواق بيانات مؤشرات الاقتصاد للربع الثالث من العام الجاري مع استمرار التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي. أسعار النفط التي سجلت بالفعل خلال الربع الثالث تراجعات تجاوزت 23%، وهي أول خسارة فصلية لها في أكثر من عامين، الأمر الذي يزيد من توقعات الأسواق حول إمكانية توجه منظمة أوبك نحو خفض الإنتاج، وذلك للحفاظ على استقرار أسعار الخامات في ظل قوة الدولار والتماشي مع التوقعات المستقبلية حول تراجع الطلب. وتشير العديد من التقديرات إلى أن دول الاقتصادات المتقدمة ستتجه للدخول في ركود خلال الأشهر القادمة في ظل تشديد البنوك المركزية سياساتها النقدية، حيث تحافظ البنوك على حصد اهتمام الأسواق بشكل كبير وتحركات العملات، وذلك في ظل استمرار معدلات التضخم حول العالم تسجيل مستويات قياسية. الأسواق الأوروبية تنتظر كذلك نتائج المؤشر المركب والخدمي الذي من المتوقع أن يظهر انكماشاً في القراءة لمنطقة اليورو وألمانيا وإيطاليا إضافة إلى بريطانيا، فيما تشير التقديرات إلى إمكانية توسع القراءة في فرنسا. في الوقت نفسه اتجهت العملة البريطانية للارتفاع بعدما أعلنت الحكومة التراجع عن جزء من خططها في الميزانية المصغرة بعد حدوث تقلبات قوية في الأسواق المالية، حيث أكد وزير المالية أنه تم التراجع عن خطط إلغاء المعدل 45% من ضريبة الدخل بعد أن أعرب العديد من نواب حزب المحافظين عن معارضتهم للخطة. ومع استمرار تباين البيانات الاقتصادية الأمريكية، فمن المنتظر أن يصدر خلال الأسبوع الحالي تقرير الوظائف للقطاع غير الزراعي وتقرير الوظائف عن شهر سبتمبر الماضي، وسيراقب المستثمرون عن كثب تلك البيانات لأنه من المتوقع أن يضيف خلالها الاقتصاد الأمريكي 250 ألف وظيفة بالقطاع الخاص، والتي ستكون ضربة قوية للاقتصاد، فيما من المرجح أن تستقر معدلة البطالة عند 3.7% دون تغيير. عدلت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني للمملكة المتحدة من نظرة مستقرة إلى سلبية مع الإبقاء على تصنيفها عند AA. واعتبرت وكالة التصنيف الائتمانية أن خطط خفض الضرائب لرئيسة الوزراء البريطاني ليز تروس ستؤدي إلى استمرار ارتفاع الديون في المملكة المتحدة.
أعلنت الحكومة البريطانية تراجعها عن قرار خفض ضريبة الدخل على الأثرياء بعد 10 أيام فقط من الإعلان عن موازنة أثارت الفوضى في الأسواق وانتقادات حادة على وقع ارتفاع كلفة المعيشة. وأعلن وزير الخزانة أنه لن يمضي قدما في إلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل البالغة 45%، مضيفا أنها باتت مصدرا لتشتيت الانتباه. والآن مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير. قوتنا العسكرية تتحدى اليوم قوتهم العسكرية. ستبقى ذكرى نصر أكتوبر المجيدة عيدا لكل المصريين، تخليدا لقوة إرادتهم وصلابتهم، لكفاءة قواتهم المسلحة وقدرتها القتالية المتميزة، والتي سطرت ملحمة وطنية خالدة في حفظ تراب هذا الوطن وحماية حدوده. من جديد، تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون بمساعدة تايوان على تطوير قدرتها للدفاع عن نفسها أمام أي هجوم صيني محتمل. وقال أوستون إن بلاده ستواصل العمل لضمان أن تكون لديها القدرات الصحيحة في الأماكن الصحيحة لضمان مساعدة الحلفاء في إبقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة. تجري الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين مناورات عسكرية بمشاركة أكثر من 2500 من منشآت البحرية في البلدين. تهدف المناورات بحسب بيان للبحرية الأمريكية إلى التعامل الفعال مع أي أزمة مفاجئة على خلفية النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، هذا فضلا عن زيادة التوترات بشأن تايوان. احتل حزب مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا المنتمي إلى يمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف احتل الصدارة في الانتخابات العامة التي أجريت في بلغاريا بحصوله على 25.4% من الأصوات. جاء حزب نواصل التغيير الوسطي في المركز الثاني بحصوله على 20.2% من الأصوات في رابع انتخابات عامة تشهدها بلغاريا في أقل من عامين. هذا ومن المتوقع أعلان النتائج الرسمية النهائية التي ستشمل أيضا بطاقات الاقتراع من الخارج يوم الخميس.
يخوض المرشحان الأبرز للرئاسة البرازيلية لولا دا سيلفا وجاير بولسونارو جولة إعادة نهاية شهر أكتوبر الجاري، وذلك لعدم حصول أي منهما على أكثر من 50% من الأصوات، وحصل لولا على 47.91% من الأصوات، هذا مقابل 43.65% لبولسونارو، وهذا وفقا لأرقام المحكمة الانتخابية العليا بعد فرز 97.3% من الأصوات. نحو جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في البرازيل، هذا ما أفرزته نتائج التصويت التي وضعت كلا من الرئيس الأسبق اليساري لولا دا سيلفا والرئيس اليميني المنتهي ولايته جاير بوليسينارو وجها لوجه، بعد أن حازا على الأكثر الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات من بين 11 مرشحة. النتائج أظهرت تصدر الرئيس اليساري الأسبق لويس إيسانيو لولا دا سيلفا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بنسبة 47.91% من الأصوات في مقابل 43.65% لبوليسينارو وفقا لأرقام المحكمة الانتخابية العليا. ووفقا للنتائج فستجرى جولة اقتراع ثانية في 30 أكتوبر لعدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات. وعقب الانتخابات دعا دا سيلفا أنصاره الذين تجمعوا في مدينة ساو باولو إلى مواصلة القتال حتى النصر النهائي، مشيرا إلى ضرورة تكثيف العمل لإقناع المجتمع البرازيلي ببرنامجه الانتخابي. أما اليميني بوليسينارو فقد انتقد مؤسسات استطلاعات الرأي التي رجحت خسارته من الجولة الأولى بنسبة لن تتخطى 30%، وقال في كلمة له إن النتائج جاءت متقاربة مع منافسه دا سيلفا، مؤكدا أنه سيكثف العمل من أجل تحقيق الفوز في الجولة الثانية. ومع نهاية الشهر ستقرر انتخابات البرازيل التي وصفت بأنها الأكثر استقطابا منذ عشرات السنوات، ما إذا كان سيعود إلى السلطة الرئيس اليساري السابق الذي قضى وقتا في السجن بتهم فساد، أو يميني هاجم نظام التصويت وهدد بالطعن في هزيمته. رياضيا، يلتقي فريق كرة اليد بنادي الزمالك اليوم مع فابيا ويندي الكاميروني في ثالث لقاءاته ضمن دور المجموعات ببطولة إفريقيا التي تستضيفها تونس. كان الزمالك حقق الفوز على نظيره مولودية الجزائر 34-25 في ثاني مبارياته بالبطولة، ليتصدر مجموعته بعد أول جولتين بفارق الأهداف عن مولودية الجزائر، حيث نجح في الفوز بأول لقاءاته في البطولة بنتيجة 40-17 على فريق ريد ستار الإيفواري. وضمن منافسات البطولة ذاتها، يلتقي فريق كرة اليد بالنادي الأهلي اليوم مع شباب كينشاسا الكونغولي. وكان الأهلي قد حقق فوزا كبيرا في ثاني لقاءاته بالبطولة على نظيره وفاق عين التوت الجزائري بنتيجة 36-17. تقدمت لاعبة التنس المصرية ميار شريف 25 مركزا دفعة واحدة في التصنيف العالمي الصادر من رابطة اللاعبات المحترفات، وجاءت ميار في المرتبة 49 عالميا عقب تتويجها باللقب بطولة برما الدولية بعد فوزها على المصنفة 7 عالميا اليونانية ماري أسكاري في النهائي بمجموعتين نظيفتين. وبهذا أصبحت ميار شريف أول مصرية تتوج ببطولة من البطولات ذات 250 نقطة. It's a maiden WTA title for Maya Sharif and a first. وبأخبار الرياضة مشاهدينا نكون قد وصلنا مع حضراتكم لختام هذه النشرة، وإليكم أبرز ما جاء فيها من عناوين.
الرئيس السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين السادات وعبد الناصر بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر. الدوما الروسية يصدق على معاهدة ضم المناطق الأوكرانية الأربع، ولافروف يعتبرها خطوة لإعادة توحيد بلاده. تحذيرات من عجز غير مسبوق بإمدادات الغاز إلى أوروبا هذا الشتاء، وموسكو تؤكد حرصها على إصلاح خطي نورد ستريم. لمزيد من الأخبار مشاهدينا الكرام يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من شكرا على طيب المتابعة مشاهدينا الكرام، لكم مني كل التحية، أنا سمر الزهيري وتحيات زميلتي حور محمد، إلى اللقاء.